معانا قد ايه؟ طيب احنا سريعا هنتكلم في حكم جماع الزوجة في نهار رمضان، وده جالنا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك. ولا يستطيع الزوج صوم 60 يوم، يعني هو مش قادر يصوم 60 يوم. احنا هنقول الحكم اذا افطر الرجل بجماع زوجته، اذا افطر الرجل بجماع زوجته في نهار رمضان، ده بيوجب على الزوجين قضاء اليوم، لازم هنقضي اليوم ده بعد الشهر الكريم واليوم اللي حصل فيه الجماع يعني، وعلى الزوج وحده الكفارة، وهي طبعا المفروض صيام شهرين متتابعين. إذا هو مش قادر هيبقى إطعام 60 مسكين، زي ما هو وارد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي جاله الرجل وقال له: هلكت يا رسول الله. والنبي قال له: إلا أهلكك. قال: وقعت على امرأتي في رمضان، يعني جامعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل تجد ما تعتق؟ قال: لا. كان أيامها في بقى العتق. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو بقى قاعد في وقتها مع النبي، وبيقول إحنا وإحنا قاعدين النبي أتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، يعني مكتل كده مليان تمر. فالنبي بيقول: أين السائل اللي كان جاي يسأل النبي في إن هو جامع مراته في نهار رمضان؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. ما هو ما عندوش أي حاجة خالص. فقال: على أفقر مني يا رسول الله، وفي حد فقير أكتر مني في المدينة؟ يعني فوالله ما بين لابتيها، يعني ما بين في المدينة، يعني ما فيش حد أفقر يعني مني في المدينة المنورة. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. يبقى اللي عليه واللي عليه طبعا، يعني بناء يعني على هذا الشاهد والذي عليه الفتوى كذلك، انه هو الرجل الذي يقوم باداء الكفاره، لكن هي عليها قضاء اليوم وهو عليه قضاء اليوم، والحد الادنى للاطعام عن اليوم الواحد 10 جنيهات كما هو مفتى به في ديارنا بلدنا الحبيب جمهوريه مصر العربيه.